اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين. اذا مع الجوله الاولى والسؤال الاول مع الاخت سندس الشمري والاخ احمد مداوي. تفضل. تفضل. مرحبا. الله يخليك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اخت سندس عرفيني باسمك، عملك، هواياتك. انا سندس صالح، بكالوريوس رياضيات وحاليا معاونه في مدرسه اهليه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وشنو هواياتك؟ التسوق والدراسه. التسوق والدراسه. يعني الان قاعد تدرسين؟ ان شاء الله بالمستقبل على السنه الجايه اكمل. شو تكملين؟ تحليلات مرضيه. ممتاز. اتمنى لك الموفقيه. تسلم. اهلا اختي العزيزه. والاخ احمد. انا احمد من عائله الداودي. والنعم. الله يخليك. طبيب اسنان. ما شاء الله. الله يخليك. عندك عياده يعني حاليا؟ نعم. وين عيادتك؟ اربيل مستشفى سرد. اهلا وسهلا. الله يخليك. الله يسلمك. وهوايتي اروح جيم. ها؟ هوايتي جيم، قاعة رياضية. جيم؟ بناء الأجسام. يا سلام. جيم يعني مشي والأجهزة الرياضية و كلنا رفع أثقال. سباحة؟ السباحة همينة. زين؟ إي كلش زين. هيك وهيك. لا كلش زين. ممتاز. إذا أتمنى لك الموفقية والنجاح. وخلوا نروح إذا السؤال الأول، خلوا إيد ورا الظهر، إيد على الطاولة، إيد ورا الظهر، إيد على الطاولة، جيبها ها. وآها. السؤال الأول، عندما أكمل السؤال اليك بس راح اساله ونروح وياه. السؤال الاول، كيف تبدا الحديث مع شخص لا تعرفه؟ كيف تبدا الحديث مع شخص لا تعرفه؟ شلون؟ شو نقول؟ شو نسوي؟ اول شيء نسلم. اول شيء هي اول بس اهدوها. اذا التحيه، السلام. سلام. نعم. موجود وهو اقوى احتمال. اذا تفضلي اخت سندس وخلنا نجي وياكم احمد. يلا يلا خلينا نشوف. اذا محمد، لا 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 ابقى، وين وين جاي؟ لا راح اجي انا جايك انا جايك. محمد، كيف تبدا الحديث مع شخص لا تعرفه؟ قال القاء التحيه. وبعد تتعرف عليها؟ التعرف عليها. التعرف علي خطا، ما تعرفه. خلينا نشوف الاخ كرار. تعريف نفسي له؟ ها؟ تعريف نفسي؟ اي بالضبط، تعرف علي هنا. اذا القي التحيه وعرف بنفسي، خلينا نشوف صح لو مو صح. التعريف بنفسي صح. ممتاز. كيف تبدأين الحديث مع شخص لا تعرفيه؟ عن طريق سؤال معين. سؤال معين. سؤال عن طريق سؤال معين. صح. موجود. القاء التحية أعرفه باسمي، أسأله عن شيء عام. جميل. ونرجع مرة أخرى، أحمد عندكم خطأ واحد، شو تقول بعد؟